7 أبريل 2015 المسرح البلدي يعيش الفعاليات الختامية لاختيار ملكة جمال تونس. الحفلة أحياها العديد من الفنانين كما عماد عزيز والفنانة منيرة حمدي والفنانة وفاء بوكي، وقدموا فيهم ليميز لتابلو مزيانين تفاعل معهم جمهور المسرح البلدي.
بعدها خرجوا لجنة التحكيم باش يتشاوروا شكون باش يهز اللقب، وبقى الجمهور تيغاي بين ميس أريانا وميس جندوبة اللي تفاعل معهم أكثر. السسبانس يكبر والستريس أكثر وأكثر، زعما شكون باش تتربع على عرش جمال تونس وتمثلها في جميع المحافل الدولية. تعالج لجنة التحكيم راوية جبالي ميس جندوبة هي ميس تونيزي 2015. فرحانة برشا، ونحب نشكر الناس اللي صوتوا لي الكل والناس اللي وقفوا معايا، ونحب صحابي كلهم اللي شجعوني زيدا واللي وقفوا معايا. فرحانة على الاخر، والنجاح هذا نهديه لتونس بالحق، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نشرف تونس ونرفع ضرب بلادي عالي. بارك الله عليك. والله الكريتير فما الكريتير دو مظهر خارجي، طول، الجمال، وبعد فما الكريتير نتاع الاخلاق والرتبه، تبدا مرتوبه ولا مكدوده، والفيناس وكل بون. لكن في كل ما فما لجنه وكل ما فما فوت لازم فما حد مظلوم. وانا طلبت من البنات انهم يقبلوا اللعبه ويكونوا رياضيات، معناها في ما يتغشوش، لانه حقيقه ديما فما دو لانجستيس في حكايه اللجان. والله مادام خذيت وتستحق. اما بالنسبه لي انا راهو ميس تونس بلوتو ميس الدنيا الكل، هي الوالدة ونسلم عليها برشا 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 برشا. إدارة قناة تونس نا عملت لما استدعت فيها الصحفيين والفنانين، وحبت تعلن فيها على إنشاء استوديو جديد يخلي إدارة القناة تعبر أكثر على إصرارها على التواجد في الساحة الإعلامية التونسية.
ليميسيون جدد. عندنا القديم بيان سور اللي هما نحن من الاقدميه، وعندنا جديد بيان سور. تنجم تحكي لنا عوض فدوح على الاخبار اللي انا نقدمها في الويكاند، وهي الريداكتريس اون شيف واللي احنا متشرفين برشا بها. شعارنا مش كوني جميلة فقط واصمتي، شعارنا انه صحيح يعني كما نقولوا الجمال عنده دور مهم، لكن مش اهم من انه من الثقافة اللي وكذلك الدراية بالمعلومات اللي نقدمها للمشاهدين. احنا اليوم كما شفتوا يعني كانت ندوة صحفية باش نقدموا فيها البرامج الجديدة لقناة تونسنا الكل، برامج ان شاء الله تكون تعجب المشاهدين.